محمد صلاح في المقدمة. فقد تصدر النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 10 لاعبين كرة قدم عرب في العالم. وذكرت المجلة عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن صلاح أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالجوائز الفردية في العالم خلال الموسم الكروي الماضي. يأتي هذا تزامنا مع تواجد صلاح في القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة دابيست التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش. نهاية